السلام عليكم، عضو كوميتات المشاهير مع اللي بيحطها المشاهير سعيد مليون واحمد فيتوري. كالعاده استاذ عينب رافع لي صورتين على الفيسبوك على الصفحه الرسميه بتاعته وكاتب وحشتوني. تعال نشوف التعليقات ونشوف المسخره. انا بكاتب وحشتوني يا جدعان. واحده لطيفه قوي بترد عليا بتقول له انت كمان يا جوز وحشني. انا عايز حضرتك تقنعني ازاي؟ مش عارف اتجوزها انت ابن الحرام. جبته منين ده؟ يخرب بيتك يا عينب. يا ركوب التفاحه. طب شوف التعليقات اللي بعدها كده. واحده ترد عليها بتقول جوزك من امتى ان شاء الله؟ هيتخانقوا عليه. اسكت اسكت اسكت، انا بقول لك اسكت. اما احنا موجودين ها؟ ما القمر واقع موجود. قمر بالستر يا اخويا. يا عم عنب سيب لنا حاجه يا ابني. واحد كتب لك بقى بيقول لك ايه بقى؟ شوف بقى التعليق. بقول لك شنو الموضوع اللي كانت مفكه. انت فاكر ده ولا شنو ولا تفاحه؟ اه هو فعلا شنبو عامل زي كارت الفرقة. ده شنبو وزن. صورت يا حبيب قلبي؟ دي بتقول لك جوزي قمر في كل حالاتي. يا بنت انا المشكلة ان انا شلاح في القراية. كمل يا استاذ. يا بنت انا اللي مراته. يا عم تفوق يا عم واقرا وعيش. لا انا هيتخانق عليه. ربنا يهديكم والله. بريك مفضل؟ استاذة شروق. بريك مفضل؟ لو انت تاكلها لوحدك تاكلها لوحدك. مفيش حته للمصور او حته للراجل. نرجع تاني للاستاذ هنا ونقول له اللوم مش عليك، اللوم على الناس اللي بتعلق لك. احلى قلبه في مصر والله. بحبه في الله.